خرج عشرات الآلاف في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في مسيرة منددة بنقل السفارة الأمريكية للقدس، وندد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها مجموع الأحزاب المغربية والجمعيات والائتلافات المساندة لشعبنا وقضيته العادلة بالسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال، وطالبوا بموقف دولي وعربي موحد لدعم القضية الفلسطينية. وينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط مراسلنا زيد أبو شمعة. زيد، أهلا ومرحبا بك. أهلا زميل، تحياتي بك. يعني واضح بأن المغرب يعني تشهد حراكا متواصلا ضد نقل السفارة الأمريكية، والتنوع في الأحزاب والائتلافات يعني يأخذ أشكالا مختلفة على كافة المستويات الشعبية والرسمية. يعني تضعنا في الصورة أكثر وأنت على عين المكان زيد في المغرب. نعم، كما ذكرت زميلي، يعني هذه ليست المظاهرة الأولى، خرجت سلسلة